نستغل او نستثمر شو تحبون نسميه، ولا خلينا نستغل ما دام السيد النائب موجود بمعنى الاستغلال. ناخذ الاوليات اللي محضرينها استاذ ناصر ونلقيها للسيد النائب حتى تكون، بما انه حكومه تصريف اعمال، شكرا جزيلا استاذ ناصر، بما انه حكومه تصريف اعمال والحكومه المقبله ان شاء الله عليها المعول، مثل ما رسمت المرجعيه العليا وقالت انه احنا نريد حكومه، الانتخابات من بكره تجي لنا حكومه راح نحاسبها، ما تطلع لنا الفساد الاولاني ولكن خلي تحدنا من الفساد. فهذه بايدي امينه استاذ محمد الشمري، وهذه الاوليات على رفع سعر النفط الاسود وتشغيل هذه الصناعات امانه من القطاع الخاص والعام ان شاء الله. في ايدي سأقابل السيد رئيس البرلمان ونواب رئيس البرلمان واخذه للكتله لغرض التحرك نحو السيد وزير النفط والاستفهام منا عن هذا الموضوع من خلال استضافة أو بطريقة عن طريق مجلس النواب. من ناحية إعلامية نظل احنا في متابعة إعلامية ويا جنابك والأساتذة الكرام، وإن كان شكل الحكومة بعد لا زال في الأروقة السياسية ولكن نعول كثيرا على أتمام هذا الملف.